في آب 2013 أصدر مصرف لبنان المركزي التعميم رقم 331 المتعلق بالشركات الناشئة أو ستارتابس، معلناً بذلك ضخ مبلغ 400 مليون دولار أمريكي في السوق المحلي لدعم وتشجيع الاستثمار في القطاع الرقمي اللبناني وتوفير بيئة حاضنة لهذا القطاع والحد من هجرة الشباب. هذا البرنامج يسلط الضوء على هذا القطاع التكنولوجي المهم والإنجازات العديدة للشباب اللبناني المستفيد من هذا التعميم. مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من ستارت اب 331. الشهر الجاي العوده الى المدارس، الاولاد كانوا بالبوت كامبس وكانوا بالكولوني دو فاكانس والى اخره، ولكن في بوت كامب خصوصي للاولاد اللي هو له علاقه بالتكنولوجيا. كنا من حوالي حلقتين عملنا انترفيو مع مؤسسه كيدز جينيوس وجبنا لكم البرنامج اللي هي بتقدمه للاولاد خلال الصيفيه، بس نحن قررنا انه لا، بدنا نروح نصور الاولاد تنشوفهم كيف عم يتعلموا وشو عم يتعلموا وشو عم يبنوا. ولكن بالبدايه خلونا نتعرف على ستارت اب لبنانيه جديده إلى عراقه بالاضواء حتى توفر كهرباء بالمصانع. In today's global economy, going green is extremely important. Beambot's smart lighting solution brings sustainability to warehousing. Designed with scalability in mind, Beambot can be installed in warehouses of any size without the need to replace existing fixtures. Each Beambot node controls a lighting zone, and as soon as the system detects an incoming person, it gradually illuminates the area, following the users along their path. Beambot's environmentally friendly solution ensures energy savings and reduced expenses without compromising on working conditions. من مركز سمارت إزا بكليمانسو بالإيكول سوبيريور دي زافير معنا أديب حسين من بيمبوت. أول شيء مرحبا. مرحبا أستاذ. اثنين، فكرة كتير حلوة بس بدك تضويلنا عليها لأنه هي لها علاقة بالضوء، بدك تضويلنا عليها تشرح لنا شو هي. أوكي، بيمبوت بلشت معي من 4 سنين لما كنت عم بعمل إندستريال إنجينيرينج بالإل إي يو، فكان في كورس كتير حبيته اسمه إرجونوميك. إرجونوميك هو كيف لازم الوركرز يكونوا عم يشتغلوا بالأوبتيمال كونديشنز. في بارت كتير مهم منه ريليتد لللايتنج، فهون بلشنا ندوي على اللايتنج اكثر وكيف كل شخص لازم يكون عم يشتغل بالاوبتيمال كونديشنز تبعه، خصوصا انه الضوء هو اساس شغله بالمصانع. فاخذنا هذا الكورس ومن بعدها كنا عم نعمل ستاج بالمصانع، فلقيت انه في جاب كتير قويه بالمصانع اللي هي ريليتد لللايتنج. مش كل شخص عم ياخذ الضوء اللي بيناسبه وعم بيصير عنده مشاكل على المدى القريب وعلى المدى البعيد. فمن هون طلعنا باول برودكت وبلشنا نشتغل عليه. من بعدها لقينا في جاب ثاني يلي هي ريليتد على الانرجي سيفنج، عم بيكون بالوير هاوسز. يعني الوير هاوسز عم بيكون هو 10 اوف لينز 100 اوف لايتس مضويين، بس مش كل الوقت في عالم عم تعمل اكتيفيتي تحته، فهيدي الانرجي عم تروح ضيعان بالوقت اللي فينا نحن نعمل له اوبتمايزيشن. اوبتمايزيشن بيجي بيمبوت هو اللي بيعمل اوبتمايزيشن. اوكي، فبيمبوت هو برودكت ما بدك بحاجه تغير اللايتس لتركبه، هو بيركب على الاوريدي الاكزيستنج لايتس اللي انت عندك هن بالوير هاوس، بنحط بمطرح يقدر يعمل كنترول على الفورك ليفت، على الاوبريتورز وعلى التروليز اللي هن الثلاثه بنشغل فيهم بالوير هاوس، وبيعرف هن وين عم تصير الاكتيفيتي ويدوي الضوء بهيدي الاكتيفيتي المعينه يلي بيودي يعمل في سنسورز راكب بالريل. يعني يس، هو في هو اتس برودكت بقلبه السنسور والمايكرو كنترولرز يلي عم يشتغل ان ريل تايم مع اليوزرز
السنسور هو اتس كاميرا سنسور. الكاميرا سنسور بتعمل ايمج ديتكشن بينبعت على الالجوريثم اللي هو بيزد على ارتفيشال انتليجنس وديب ماشين ليرنينج، ان احنا معلمين انه هيدي فوركليفت وهيدا اوبريتور وهيدا ترولي، بيشوف هني وين اكزاكتلي وبيدوي الضوء اقرب له. فهون منك بحاجه تضوي المعمل كله اذا الناس عم يشتغلوا بلين نمبر 2. اوكي فانت بتضوي اللين نمبر 2، وانس ظهر من اللين نمبر 2 رح تطفي اللين نمبر 2 اللي هي بتوفر 60% على مصانع من الكوست تبع الكهرباء. طيب انا اذا هلا تنقول عندي مصنع، تنقول مصنع 1500 2000 متر مربع وبدي احط هالسيستم هيدا، واتس ذا شو ستيبس اللي بدي اخذها؟ اوكي نحن الاستراتيجي تبعنا لانه هيدا شيء جديد، نحن الاستراتيجي تبعنا اول شيء بنقدم فري كونسلتنسي للوير هاوس الطالب هيدا البرودكت. بالفري كونسلتنسي بنعمل له ستادي قد ايه معقول يوفر، قد ايه البي باك بيريود، وكم برودكت من تبعنا لازم يحط وين لازم يحطه. اوكي فلنقول بهيدا الوير هاوس اللي قلت عنه 1500 2000 متر لنقول فيه 10 لينز وكل لينز طولها 50 متر. نحن البرودكت تبعنا بيقدر يعمل كفر ل 25 متر، سو بكل 50 متر بدنا 2 برودكت، واذا في عندنا 10 لينز سو بدنا 20 برودكت لنقدر نغطي هيدا كل الوير هاوس يعني. طيب اذا كنت انا ما بدي اقول مدير المصنع، اذا كنت انا الفلور مانجر يعني تبع المصنع يعني مسؤول عن المساحه التشغيليه، اذا انا بدي Do I need to manage it؟ بدي أعطيه. ما تنسى إنه هذا شخص مهم يعني بده يدير الموظفين، بده يدير الإكويبمنت، بده يدير الأشياء اللي عم تدخل على المصنع واللي عم تطلع منه. ما ناقصه أدمن أو أدمنستريتيف سيستم جديد أو تزيد عليه يعني. قديه أنا بدي أعطيه وقت to manage it؟ بيمبوت إتس سمارت برودكت. سمارت برودكت بعيد كتير عن الأوتوميشن برودكت. بالاوتوميشن برودكت بدك تضلك ايدك فيه، اذا كانت موبايل اب بدك تخفف اللايت وتعلي اللايت. لا هيدا سمارت برودكت انت منك بحاجه تدقر فيه. انت وانس يو انستول ات تنساه، هو اللي حيشتغل اللي حيعمل اوبريشنز ان ريل تايم، ويعني انت رح تربحه لهيدا البرودكت لانه ما رح توجع راسك فيه، هو اللي حيعمل شغله وانت بتنساه خلص بتتكل عليه وبتنساه. اعطيتني فكره جديده هلا. كان اي كنترول ات فروم ماي موبايل؟ نو ما عندي اكسس. يو دونت هاف اكسس عليه. ليه؟ نحن وانس نحن في كذا بارت لما نعطيك اكسس عليه. اول شيء هيدا السيستم معمول لمصانع، حتى انترنت ما في اكسس عليه كرمال الهاكينج، فهيدي اول شغله كثير منتبهين لها حتى ما حدا يقدر يعمل له هاكينج لانه الالجوريثم تبعنا كثير كثير اوبتمايزد يعني. اوكي ثاني بارت منه لانه الانترنت مع المايكرو كنترولرز اوقات بفوت فايروسز، فكمان لحتى نضلنا نحن ما يفوت عليه فيروس بنضل نحميله لهيدا البرودكت، فنحن عم نعمل له ايزوليشن من الانترنت. انا كنت عم فكر انه بما انك حاطط الكاميرات ليش ما بستعمله كمونيتورين كمان؟ يس فينا نستعمله كمونيتور وك نسجل داتا للمصانع ليتر اون، هودي مفكرين فيهم بالفيتشرز بس مش هلا انه عم مش عن الانترنت يعني بيكون لوكال بيكون على سيم كارد موجوده على البرودكت. which is هو already فيه سيم كارد بيلت ان فيه للمايكرو كنترولر اللي هي فيها الالجوريثم. اديب بلشتوا تحكوا مع حدا؟ يس yes. مع مين؟ yes. يعني تركبت بشي مصنع؟ عملنا تيستينج يس وتاكدنا انه الالجوريثم في عنده هاي اكيورسي، خصوصي انه التكنولوجي اللي عم نستعملها منها هيني ابدا وكثير بدها فاين تيونينج والتستينج بدها شغل. عملنا تستينج وعملنا كونتاكت مع شركات وكانوا كثير انترستد بهذا المشروع. نحن هلا ببارت انه عم نخلص البرودكت، عم نعمل له كذا ديزاين لناخذ الاوبتيمال ديزاين ونبلش نركبه. اكيد شيء مع جمعيه الصناعيين؟ لا بس في كونتاكت مع صناعيين يعني مع معامل عندهم مع اكشلي مع مصانع عندهم هيوج وير هاوسز هون وبرا. في كمان كونتاكت مع ناس بيركبوا وير هاوسز هون وبرا. في كمان مع ناس بيركبوا لايتنج للمصانع، فهول كلهم فرجونا انه هن مهتمين بهذا الموضوع وهن بهمهم هيك بارت لانه عم بيسمعوا من العالم قد ايه الفاتوره غاليه
قديه حابين يوفروا وبس ناطرين شغله واحده يعرفوا قديه ريتيرن اون انفستمنت، يعني هن بهيدا الفتره اللي حيستعملوا هيدا البرودكت ويعملوا الانفستمنت فيه قديه معقول يوفروا عليه. شو البزنس ابروتش تبعكم؟ يعني هل انا عم بركب وان تايم في بتاخذوا مني ولا هل في مونثلي في؟ نحن اور استراتيجي هي اول شيء كونسلتنسي باول بيريود رح نعمل فري كونسلتنسي لنبلش انه نعود الوير هاوسز كيف السيستم تبعنا ونبلش تو بيلد تراست يعني عندهم بلشوا يوثقوا ببيمبون. الفري كونسلتنسي هي رح تكون على تقريبا 10 دايز نحن عم نعمل فيها جاذرينج للديتا عم نفرجيهم اكزاكتلي قد ايه رح يوفروا، رح ناخذ رح نفحص قد ايه هن عندهم انرجي كونسامبشن، نحسب قد ايش عم يدفعوا بير مانث فاتوره كهرباء ونحن قديش بالمقابل قادرين نوفر لهم، وبهيدي بنفرجيهم قديش ريتيرن اون انفستمنت وقد ايه الباي باك بيريود تبعهم اذا عملوا هيدا الانفستمنت. واللي حلو ببيمبوت انه انت منك بحاجه تغير كل اللايتس الموجودين، انت اللايتس بتتركهم عم تستعمل اللايتس تبعهم عم تستعمل اللايت تبع المصنع، سو منك بحاجه تعمل هيوج انفستمنت، انت بس بحاجه تعمل هيدا الانفستمنت لهيدا البرودكت، ومن بعدها اذا شفنا انه they need this product بنبيعهم اياه. وفي كمان بالاستراتيجي في انشورنس، يعني بندفع انشورنس فيز ونحن فور 1 يير شو ما بيصيروا البرودكت نحن وي تيك كير اوف ات. اوكي فهيدا البزنس ابروتش تبعنا. لكن ما في سبسكريبشن فيه يعني؟ نو اتس بتبيع بنبيع البرودكت از ات از. اوكي طلعتوا شيء برات لبنان؟ فيها بلشنا نعمل كونتاكت برات لبنان خصوصي انه الشركات اللي هلا عم نحكي معهم هن مالتي ناشونال كومبانيز، يعني عندهم وير هاوسز برا او عندهم سبلاي تشين تبعهم كمان انه لبرا، يعني بيركبوا اذا ادويه بيركبوا ادويه برا وحبوا الفكره ومش من زمان انه كنا هلا طلبوا منا. تبلشتوا بعملتوا اكسلريشن سمارت ازا؟ يس. اخذتوا فاندنج من شي حدا؟ يس يس يس. نحن اول شيء بلش البروجرام بستارز اوف ساينس اوكي، من بعدها انتقلنا لسمارت ازا يلي هي هونيك كنا تكنيكال بيور تكنيكال عم نشتغل على البرودكت مع شويه بزنس، بس سمارت ازا بيور بزنس مع منتورينج بزنس منتورينج وبزنس سبورت. قبل ما يخلص البروجرام تبع سمارت ازا اخذنا فاندز من كفالات اي اس ام اي ويتش از جرانت، ومن بعدها هلا يعني بعده مكفينا الجرانت لحديت هلا تو ريز ماني يعني. ما اخذتوا فاندينج؟ فاندينج از ان انفستمنت لا بقى. اديب جود لك، ولما نركب معك باول مصنع بدنا نروح نعمل له هيك ديمونستريشن شو كيف تشتغل. اورايت فور شور. ثانك يو. ثانك يو. كم كنز جينيوس بيخلي الولاد يتعلموا البيسكس، ولكن مش بس البيسكس، خلينا نقول كمان البيسكس تبع البيسكس، يعني اذا بدهم يجوا يتعلموا شو هي الريزيستانس، شو هي الكوندنساتور، شو هن الالكترونيكس والكومبوننتس تبع الالكترونيكس. بوت كامب كنز جينيوس بيسمح لهم انه يتعلموا هالامور هيدي الصغيره حتى بعدين يقدروا يعرفوا انه الالكترونيك كومبوننتس كيف بتشتغل. معنا هلا جاد أمري محمد وكريستيان، صح؟ بدي بلش معك كريستيان، شو البروجي اللي انت اشتغلت عليه؟ اشتغلت انا على ال VR. VR Virtual Reality على جوجلز يعني. هذا الشيء بخلينا نقشع 3D بنحط التليفون فيه ونصير نقشع 3D. شو اشتغلت عليها بالتحديد يعني؟ معلش قل لي شوي هيك، اعطيني ديتيلز شوي، شو اشتغلت على المضبوط يعني؟ قعدت تعمل بروجرامينج، قعدت تعمل صور، قعدت تركب بروجي، شو قعدنا نقصص خشب وركبناهم مع بعض. اوكي عملت صنعت الجوجلز نفسهم، ومين عمل البروجرامينج والسيركتري وكلياتها؟ انت عملتهم؟ لا علموك هون يعني؟ هن قالوا لنا كيف بدنا نعمل. علموك هون يعني. محمد انت شو البروجي تبعك كان؟ كان الجرافيتي جيم. جرافيتي جيم؟ وات از ذا جرافيتي جيم؟ اشرح لنا اياها شوي. لعبه بقلب خشبتين طابه، لما تفوت الطابه بتضوي. اوكي تربح. امري ما عجبك الموضوع ليه؟
انت شو كان البروجكت؟ انا عملت سياره فيرتشوال رياليتي جوجلز، وعملت هيدي لعبه البالون. انت شو اكثر شيء انبسطتي وتعلمتي فيه بهالبوت كامب هيدا؟ حبيت اشتغل بالخشب. اوكي، والالكترونكس؟ كثير مهني عم بتعلموا الكترونكس، انا كمان بشتغل بالخشب. انا ما بحب الالكترونكس. عادة بيكون بالقلب، البنات بحبوا الالكترونكس والصبيان بحبوا يشتغلوا الاشياء اليدوية. انت بتحب الالكترونكس؟ انت جاد شو كان البروجي تبعك؟ البروجي تبعولي كان الجرافيتي جيم مثل تبول مثل تبعي محمد؟ ايه. اوكي، ما عملت سيارة؟ انا بدي اعمل في ار جوجل 3 دي برينتد، فبلشت ارسمهم على اللابتوب لكنت اعملها 3 دي برينتد. مين عمل؟ اثنيناتكم عملتوا جوجل لوحدكم ولا اثنيناتكم اشتغلتوا عليها مع بعض؟ لا لوحدنا. لوحد كريستيانو انت عملت الجوجل تبعك لوحدك؟ كل واحد لوحده. عملناها لوحدنا. نعم. عملتوا اثنين جوجل يعني؟ ايه. تقريبا كلنا عملناه. شو أكثر شيء حسيتوا بين كل هالبروجيت اللي اشتغلتوها اللي أكثر شيء حبيتوا تشتغلوا عليها؟ أنا بس اشتغلت على الـ VR. بس اشتغلت على الـ VR؟ بس. شو اشتغلت أنت؟ أنا اشتغلت على السيارة، على الـ VR glasses، وعلى اللعبة. ثلاثة بروجيت؟ ثلاثة، صار لي ثلاثة جمعهم. أوكي، وبترجعوا؟ إيه. بجد؟ أنا برجع إيه. كريستيان؟ أنا عادي إيه برجع إذا قدرنا. ومحمد؟ إذا ممكن. إذا ممكن ولا يمكن ولا شو؟ ولا منك أكيد بعد؟ لست أكيداً. لست أكيداً؟ أجل، ألست أكيداً أبداً؟ أوكي، جود. ثانك يو جايز. كمان في عندهم كورس بيتعلموا عن النجارة، ولكن ما تخافوا كأهل أولادكم كتير آمنين، لأنه كل المقصات اللي بيستعملون حتى يعملوا النجارة تبعيتهم منا قائمة على شفرات، بل قائمة على فايبريتورز، يعني في فايبريشن بتقص على الفايبريشن مش على المنشار، فما في ريسك أنهم يقصوا حالهم أو يعملوا أكسيدنتس. كما أنه بتسمح لهم to unleash الكرياتيفيتي تبعهم، يعني يطلقوا العنان للإبداع تبعهم حتى كأولاد يشوفوا شو بيقدروا، شو هي الطاقات اللي بيقدروا يعملوها. مدام حضرتك أمه لكريستيان، بس بدي أعرف منك كأم أو كأهل، يعني شو اللي خليكم تفوتوا ببروجرام كيدز جينيوس، وكيف حسيتي ابنك كريستيان قبل وبعد؟ يعني تحسي انه مثلا عم بيستفيد ولا ما بعطيني الامبريشنز تبعولي؟ هلا البروجرام كتير حلو، خصوصا بعمر كريستيان، يعني هيدا العمر صعب، الولد ما كتير بحب بقى الكولونية او يروح يعمل نشاطات عاديه، وبتحسوا انه بهيدا العمر الجيل هلا هو جيل تكنولوجي، يعني بحب يروح اكثر على كل شيء قصص كودينج بروجرامينج. وقتها اجى كريستيان كثير حب، اول شيء تسلى، يعني قال لي انه كنت مبسوط عم يتعلم شيء جديد، عم يشتغل بايده، يعني اجى قال لي انه انا كنت عم بشتغل، مش انه كل شيء عم يعمله هو عم يجربه، عم يشتغلوا اون جروب، يعني عم الكوميونيكيشن سكيلز عنده عم تتطور، عم يتعلم مهارات جديده، زادت عنده الكرياتيفيتي، يعني صار عنده افكار، قال لي انه اكتسبت افكار جديده، صار عم بفكر برا البوكس، هيك طلع شوي من الروتين والقصص اللي دائما بيعملوها الاولاد. فكتير حاب، وقال لي انه على طول حابب يرجع يتسجل، يعني هيك حس شيء جديد وشيء لعمره لجيله، حب انبسط. يعني يو انليشت هيز كرياتيفيتي وخليت البيت نظيف نفس الوقت. هلا ايه، انه اكثر انه هو استفاد، يعني حسيته انه هو مبسوط عم بيعمل قصص جديده لعمره، قصص هو بحبها، يعني غير ما نحن قصص هو بتعني له اكثر من انه هيك كان حابب. وقال لي انه تعرف على رفقه وتشتغلوا مع بعض، انه انبسط، حب، تسلى، يعني قضى وقت حلو وتعلم اشياء ما بيعملها بالبيت او بغير محل او بالمدرسه او قصص عاديه مثل كل الاولاد، يعني بتعملها كل يوم، يعني عامل شيء جديد.
هلا هيدا البوت كامب بخليهم بالنتيجه انهم يقدروا يتعلموا يعملوا اشياء هن بايدهم يصنعوها ويختبروها بنفسهم. بسبب هالبوت كامب اللي اخذوه التجربه اللي عملوها تسمح لهم انه بعمر اكبر، يعني اذا عم نقول من 12 سنه وطلوع، انهم هن يبلشوا يكتبوا بروجرامز يلي هن بيريدوا يعملوها. ولكن كيف بدهم يعطوا الكوماندز للهاردوير اللي بدهم يعملوه اذا هن ما عرفوا الهاردوير كيف بيشتغل والالكترونيك كومبوننتس كيف تشتغل؟ هذا البوت كامب بيسمح لهم يتعلموا هالالكترونيك هاردوير هيدي، وبعمر اكبر مثل ما قلنا بيقدروا يعملوا هن البروجرامينج والكودينج لانجويج اللي هن بيريدوا. بستارت اب نيوز لليلة الخبر الأول من شركة اسمها إلكتروميكانيكا. نحن دائما بنجيب لكم أخبار سيارات القيادة الذاتية أو autonomous driving cars أو self driving cars. هالسيارات هيدي بكرة بالمستقبل بعد 5 سنين وما فوق رح تسحب منا لذة أو متعة قيادة السيارات، لأنه ما فيها ديركسيون، هي بتسوق حالها. إلكتروميكانيكا مش بس عم بتحافظ على القيادة للسيارة انه نحن نسوق السيارة ونتمتع فيها، بس ايضا عم بترجع سيارات فينتج قديمة مثل ما حتشوفوا هلأ بفيديو لبورش من 59. هي البورش موديل 59 ولكن ما فيها اي انجن، الانجن طبعا كهربائي والسيستم كلياته من إلكتروميكانيكا. شوفوا الفيديو وشوفوا كيف رح نرجع نرجع التمتع بقيادة سيارات فينتج. حتى سيارات الفينتج هدول منو النجاح الوحيد لإلكتروميكانيكا. إلكتروميكانيكا عم تستعد هلأ لسنة الجاية بتقريبا نيسان 2019 انه تطلق سيارة على 3 دواليب كأنه شكلها كأنه نص سيارة اسمها سولو، فخلونا نتعرف عليها. We'll be right back.
الحلو بيسولو انه ببعض المدن، مش بكل المدن، مش كل البلدان، انه ما لازم تتسجل، يعني ما لازم يكون تنوضع بالسير ويكون لها رقم وماتريكولاسيون الى اخره، مثل ما مثلا بلبنان القانون انه الموبيلات اللي على الكهرباء ما بده تسجيل لانه يعتبر هو اقرب للبيسيكلات منه للموتو. فسولو كمان ببعض المدن بالعالم وخاصة بعض المدن بأمريكا تعتبر انه هيدي بعد منا سيارة، فمنا بحاجة لا رخصة قيادة ولا حتى انه تتسجل بالميكانيك. عالم السيارات ننتقل لعالم السمارت فون. شركة هواوي الصينية أعلنت أنها باعت 54 مليون تليفون في الكورتر الثاني لهيدي السنة. بهالطريقة بتكون قطعت مبيعات أبل، ولكن بعد ما وصلت المرتبة الأولى يلي وصلت لسامسونج. سامسونج بنفس الفترة باعت 70 مليون تليفون. فإذا نحن هلأ بعدنا بنمبر 1 سامسونج، نمبر 2 أصبح هواوي، ونمبر 3 صار أبل. ولكن ما تزعلوا كتير على شركة أبل، لأنه أبل قربت توصل قيمتها للتريليون دولار. اليوم أبل قيمتها 990 مليار دولار، بعد بدها 10 مليار دولار بتقرب قيمتها على التريليون دولار. ولكن المعركة الحقيقية هي على المركز الثاني، يعني مين الشركة الثانية التكنولوجية اللي رح توصل لقيمة التريليون دولار. اليوم أمازون قيمتها 870 مليار دولار. الفابت اللي هي الشركة الأم لجوجل قيمتها 850 مليار دولار، أما مايكروسوفت فقيمتها 815 مليار دولار. فمين هي الشركة الثانية اللي رح توصل على تريليون دولار؟ هون السباق الحقيقي. أبل 990 مليار، قربت على تريليون دولار. والخبر الأخير لليلة من ستارت أب أمريكية اسمها هوبر. هوبر هي كناية عن منصة إلكترونية تسمح ل المستخدمين انهم يقدروا يشتروا تيكت طيارة بالسعر المناسب وبالوقت المناسب. هيدي اهم، لانه كلنا بنعرف انه اسعار تيكت الطيران بيطلع وبينزل حسب المواسم. فهوبر تستعمل Artificial Intelligence حتى تعمل Prediction ايمتى انسب وقت لازم نشتري تيكت الطيارة. سنة الماضي هوبر عملت 15 مليون دولار من مبيعات، وهيدي بالنسبة لستارت اب بعدها الى سنتين مبلشة هيدا رقم منه هين ابدا. ولكن شهر الماضي هوبر تخطت 30 مليون يوزر. فخلونا نشوف هالفيديو تاخدوا فكرة أحسن عن منصة هوبر. وهيدا كان كل شيء لليلة. نلقاكم الأسبوع الجاي إن شاء الله بنفس الموعد. إلى اللقاء.